حضر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يوم أمس فعالية بريف CF63 في مدينة خليفة الرياضية، حيث يتنافس 10 لاعبين من 3 قارات في 6 نزالات. ورحب سموه بعودة بريف إلى مملكة البحرين مشيدا بما حققته من إنجازات ومكتسبات نوعية خلال الفترات الماضية، ومنها وصول منظمة بريف للفنون القتالية المختلطة إلى أن تكون الأكثر انتشارا في العالم من حيث عدد الدول المستضيفة. وقال سموه إن الإنجازات التي تواصل مملكة البحرين إنجازها على أكثر من صعيد تعكس التوجيهات الملكية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لجعل الرياضة إحدى الوسائل للمساهمة في التنمية ولتحقيق المزيد من التواصل الحضري، مشيرا سموه إلى أن منافسات بريف التي أقيمت في حوالي 30 دولة حتى الآن أسهمت في تعزيز العلاقات مع هذه الدول والاتحادات الرياضية فيها، وتركت البصمة البحرينية المميزة لديها عبر إقامة فعاليات ناجحة فيها والتي تستقطب العديد من المهتمين برياضة الفنون القتالية المختلطة والتي تنال اهتماما واسعا. وقال سموه إن إقامة هذه البطولة العالمية على أرض المملكة تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز السياحة الرياضية والتي شهدت تناميا كبيرا مع ازدياد عدد الفعاليات الدولية والإقليمية المقامة في البحرين وتطور البنى التحتية الرياضية وتميز الكوادر البحرينية في العمل على التنظيم والاستضافة، مشيدا سموه بدور الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في دعم نجاح فعاليات بريف. وأشار سموه إلى أن إقامة منافسات بريف أثمرت عن دعم المواهب الشابة في مختلف دول العالم لتسهم في صناعة النجوم في هذه الرياضة، مرحبا سموه باللاعبين متمنيا لهم التوفيق في المنافسات. وضمت منافسات بريف اليوم لاعبين من فريق منظمة خالد بن حمد الرياضية KHK سبورتس وهم عباس خان وجمزات ماجوميدوف، وشهدت فعاليات بريف 5 نزالات تضم لاعبين من 10 دول. وفي النزال الرئيسي على لقب بطل العالم في وزن والتر فاز البولندي مارسين باندل على النمساوي اسماعيل نوردييف، وفي النزال شبه الرئيسي على لقب بطل العالم في وزن بانتام فاز الكندي براد كاتونا على جمزات ماجوميدوف، وفي نزال فئة سوبر والتر فاز الروسي كمال ماجوميدوف على الفنلندي سانت لاهيتي، وفي وزن الريشة فاز نعمة عبدر شيدوتوف من غير غزستان على البرازيلي ماركوس فينيوسيوس كوستا، وفي فئة وزن كاتش فاز عباس خان على الإيطالي مايكل ريالي.